ما يطلب المستمعون في شيء معين ولا نختار؟ أن تدخلني رب الجنة، فهي تدخلني بلاش منها لأنه فيها لحنين، فأنا حافظة باللحن القديم اللي ما تعرفه. تدخلني حلوة. بس حافظة باللحن القديم ما حد يعرفه. صعب يعني بدها موسيقى. النشود الجديدة. تبي القرآن؟ أيوه. تبي القرآن. تبي صعبة والله ما صعبة. بس نشود القرآن فرصة نغني منها مقطع بالتركي، مقطع بالماليزي، مقطع بالعربي، بس مقطع الإنجليزي ما راح أغنيه عشان ما تضحكوا على الأكسنت. ليش؟ لأنه في شيء فرصة أشرح لكم قضية. هلا نحن في الاستوديو لما بنغني الآن الغناء الحديث في الاستوديو تقدر تغير حرف بالضبط، تعدل حرف، يقول لك الحرف هذا عندك مضروب ادخل عدله، فتعدل الحرف يقول لك بدل آر أور مثلا تقدر تعدل الحرف فقط. فأنا في الاستوديو ضليت 3 ساعات ونص حتى أغير أنشد بيتين بالتركي، طبعا أصعب لغة يمكن تحكي فيها بحياتك هي اللغة التركية، صعبة جدا جدا جدا. مين نفس التركي؟ لا مش تركي. بيحكي تركي؟ تحكي تركي؟ ألباني 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 ألباني. اللغة الماليزية كله بحكي تركي سهلة ما عندي مشكلة. اللغة الإنجليزية ما أتذكركم غنيتها وكان في عندي مراقبين مرة فعدلوا لي حرف، فأرجع أسمعوها مسجلة لا أسمعوها لايف. وصورنا الكليب في شيكاغو وكان الرعاة، يعني فرصة نذكر أسماء الرعاة لأنه لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في دعم هذا العمل، كان الرعاة من شيكاغو إم بي آي، شركة إم بي آي، مؤسسة إم بي آي هي مختصة في الإنتاج الفني، بديع أبو بديع مالك علي، وزكاة فاونديشن المؤسسة الخيرية، وأيضا ماس شيكاغو أيضا كان لهم حقيقة دعم وبارك الله فيهم، هيومن أبيل أستراليا، وأيضا من تركيا مؤسسة ميروس العقارية، لأنه في كل دولة أنت في تكاليف كبيرة فكان يشيلوا كل التكاليف على أساس أنه تطلع بصورة جيدة. فممكن ننشد كتاب الله نعطي مقطع مقطع من كل لغة. كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني، كتاب الله يهديني ويحفظني ويحميني ويمنحني ويعطيني جنى دنياي وديني، كتاب الله يهديني ويحفظني ويحميني ويمنحني ويعطيني جنى دنياي وديني، كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني، الله إن كتابه الله إن كتابه الله إن كتابه هداية. كتاب الله بتن جكو بن جاغاكو بجن جنكو من منيانكا من باريكو بي دنيا بي أخرة، كتاب الله بتن جكو بن جاغاكو بلن بنكو من منيانكا من باريكو بي دنيا بي أخرة، كتاب الله كتاب الله كتاب الله بتنجكو كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني، كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني. كلمات رائعة. نسيت الكلمات التركية بداية. بقول لك انت قلت كلمتين بس بالتركي. بالتركي.